بيعانوا أكثر من أمراض عضوية من غير أشخاص ما عندهم أمراض نفسية، تقريباً مرتين أكثر، خاصة أمراض السكري، الضغط، وأمراض القلب، وبالتالي هن معرضين أكثر إنه ياخذوا الكوفيد 19 كالتهاب. ثانياً الأشخاص اللي عندهم أمراض نفسية ما بيعرفوا أكثر من غيرهم، ما بيقدروا يقوموا ب إنه يبتعدوا عن العالم وينتبهوا من الالتصاق بالآخر، وهذا الشيء من وراء اضطرابات التركيز والاضطرابات الإدراكية اللي عندهم إياهم. الأشخاص اللي عندهم أمراض نفسية كمان معرضين إنه يعملوا أكثر حالات قلق واكتئاب وعوارض صدمة، وكمان معرضين أكثر من غيرهم إنه يكونوا معنفين ضمن العائلة، وبالتالي معرضين إنه يوقفوا أدويتهم أكثر ويرجعوا يعملوا انتكاسة من جديد ويصعب مرضهم أكثر. حدا شي فكر إنه هالأشخاص ما عندهم بأغلبية البلدين بالمستشفى قسم خاص للأمراض النفسية مع التهاب الكوفيد مثلا؟ حدا فكر إنه هالأشخاص اللي عم بيتابعوا علاجات معينة عندهم أمراض نفسية يمكن ما يقدروا يكفوها وبالتالي يوقفوها وينتكسوا؟ حدا فكر شي مرة إنه هالأشخاص هيدولي ما عندهم زيت الشانس، زيت الحظ من غيرهم ليتعالجوا؟